ما كناش كنتوقعوا منه هادشي هذا اللي دار. صدمنا كامل. انا ما كنطالب بحاجه وحده، عندك وليد ما يضيعش يجيبوه عند خوالاته. اذا بالنسبه لاختنا ديه هي الاخت ديالنا، وبالتالي هذا العمل الاجرامي اللي ترتكب في حقها فهو ارتكب نيت في الساكنه ديال بوسكوره، لان في منطقه ديال بوسكوره ما كانش عندنا هذا ما كناش نتوقعوا هذا مثل هذه النزيله التي حلت يعني كارثه انسانيه. وبالتالي ما بغينا السلطات ان شاء الله المحليه تاخذ الاجراءات ديالها باش ترجع هذاك الوليد ان شاء الله يرجع للعائله ديالو. سمعنا احنا من البارح تقريبا كل مورا المغرب تقريبا سمعنا هذا الحديث، وتلقينا هذا الخبر يعني بواحد الحزن وبواحد التأسي. هذيك السيده من عائله يعني من عائله متأصله، لا الاخوه ديالها لا الام ديال الله يرحمها لا الاب ديالهم الله يولي برحمته الله، واحد الشجره كما تنقولوا واحد العائله متماسكه متأصله. كنا نشوفوا نسمعوا شي عار علينا باش يكون هذا القتل ديال الاجرام، راه ما نبغيوش شيء. وحتى الزيدي انا فرا كنت حامله، نتمنى من الله دابا راه روحين ماشي غير روح وحده، الروح ديالها كأم والروح ديال الجنين في البطن ديالها. وهاد النقطه اللي قالوا العائله ديالها ان بغينا تاخذ الوليد يرجع للعائله ديالو ان شاء الله تعالى. علاش؟ لان حتى المحيط اللي عايشه فيه ديال ديك المنطقه تاع التشارك راه ما يعني محيط ما لا تمشي في شرشي بالخير. نتمنى من الله عز وجل اللي يعيش مع العائله هنا بوسكوره. عشان عارفو كيجي لدربنا كيريح معانا وكنشوفو، ما كناش كنتوقعوا منه هادشي هذا اللي دار. ودابا حنا كنطالبوا بحاجه وهذاك الوليد يشدوا خوالاته. ما كانش كيبان لنا فيه هادشي اللي دار دابا، عمرنا توقعنا من بلي الله يعفو عليه، ولكن ما عمرنا شفنا في هذه السيفه اللي دار دابا هذه الحالات. صدمنا كاملين، ما نكذبش عليك بقى فينا الحال بزاف. انا البارح بالليل عيطوا لي شي وحدين قالوا لي هذيك السيده راه دار لها وهذا، كيبقى فيا الحال. انا ما كنطالب بحاجه وحده، عندك وليد ما يضيعش يجيبوه عند خوالاته، حيت خوالاته غيهزوا حتى من ديك العائله. كان فيهم الخير ديك العائله ما غيخلوش يقتل، ما يخلوش يقتل ديك السيده وهما كاينين معاهم. ما كانوش هما، حنا ما عالمينش، وحنا على الهضره اللي سامعين كانوا علم على الاقل يتصلوا بوالدي بخوها بكل شيء. انا دابا كنطالب بحاجه وحده، هذاك الوليد ما خصوش يضيع، خصو يكبر مع خوالاته ومع خوه. باش ما يبقاش يتفكر في داك الشيء اللي وقع، وداك الشيء يقدر الدري يطلع حتى هو. اما اللي عاش هنا كونوا اكيدين حنا كنبسموا لهاد العائله باغي يتهلاو في هاد العائلات، باش عندهم واحد اخر مهلين فيه حتى هو بحال هاد الديكور، هو ما عندوش، وهذا حتى هو شي قبيله عاش مع خوالاته وما خصوش شي خير.